تقدم معنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة ما يتعلق بالأعمال الشيطانية، وذكرنا فيه السحر، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر السحر ثم بيان شيء من أنواع السحر حتى تعرف أن للسحر أنواع، ومن هو الساحر، وحكم إتيان هؤلاء، وكيفية الإتيان. ثم بعد هذا ذكر لك النشر حل السحر عن المسحور. ثم ذكرنا ما يتعلق بالتطير، وقلنا أن التطير من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر، وأنواع كثيرة لا تنتهي، نسأل العافية والسلامة. وحال المسلم الموحد التفاؤل دائما، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الاسم الحسن والفأل الحسن. ثم ذكرنا بعد هذا علم النجوم، أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. وقلنا علم التأثير إذا اعتقد أن النجوم هي مؤثرة بذاتها فهذا هو الشرك الأكبر، اعتقد أنها سبب وليست بسبب فهذا هو الشرك الأصغر. أما علم التسيير فهو جائز أو واجب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقسم جديد، وهو على ما قسمنا القسم السابع، أعمال القلوب. أعمال القلوب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الأول باب المحبة. المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، محبة مع الله شرك أكبر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا أحب الند أكثر من محبة الله أعظم شركا، وأعظم الشرك أن يحب الند ولا يحب الله سبحانه وتعالى. نحب الله ولا نحب أحد مع الله سبحانه وتعالى. طيب لو قال قائل، أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة عليهم السلام، الصالحين؟ أحببنا هؤلاء لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبتهم، ولا يمكن أن تكون محبة هؤلاء مساوية لمحبة الله، وإلا كانت هذه المحبة محبة شركية، بل هي الشرك الأكبر. من رفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوا مسيلم الكذاب مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، حكم هذا كفر أكبر، شرك أكبر، تمام. إذا كان من رفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كفر أكبر، فكيف بمن يرفع إنسان مرتبة جبار السماوات والأرض؟ لا يكفر، يكفر من باب أولى. إذا لو رفع إنسان مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام والله كاذب وكافر كفرا أكبر، فما بالنا بمن يرفع إنسان مرتبة جبار السماوات والأرض؟ إذا كفر من باب أولى. إذا هذا النوع الأول، محبة مع الله شرك أكبر، نحب الله ولا نحب أحد مع الله سبحانه وتعالى. الثاني، الحب في الله أو لله، حكم هذه المحبة واجبة، بل هي من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. من نحب في الله؟ تحب في الله العمل والعامل والأزمنة والأمكنة. العمل كل ما جاءت به الشريعة، التوحيد والصلاة والصيام، وجاء معنا في نواقض الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو عمل به كفر، يصلي لكن يبغض الصلاة كافر. الثاني يحب العامل، من عمل بالشريعة، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة عليهم السلام، الصالحين، كل موحد، أزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى، ليلة القدر، رمضان مثلا، أمكنة يحبها الله، مكة، المدينة، جبل أحد، المساجد. ضد هذا البغض في الله، من تبغض في الله؟ عمل وعامل وأزمنة وأمكنة. عمل كل ما حرم الله تقدم هذا الشرك، عامل أهل الكفر والنفاق والشيطان، تمام. أزمنة يحتفل بها الكفار كعيد رأس السنة، عيد الكريسمس، عيد الحب، عيد الكفر. أمكنة يحتفل بها الكفار مثلا أماكن الشرك، أماكن اللهو، أماكن المنكرات، تمام، مس الضرار مثلا. هذا القسم الثاني من الحب. الثالث محبة طبيعية، محبة الولد، الوالد، الزوجة، يحب الخبر مثلا الشيخ إبراهيم، لا إشكال في هذا، بشرط أن لا تقدم هذه المحبة على
محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. محبة طبيعية جائزة. إذن هذه أنواع المحبة، ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، محبة في الله أو لله واجبة من أوثق على الإيمان، محبة طبيعية جائزة بشرط لا تقدم على محبة الله. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحبة، ذكر الخوف. لماذا؟ حتى تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء، تجعلهما كجناحي الطائر، لا تغلب جانب على جانب فتسقط، تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة لا عذبه الله به، وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به. كل من قدم محبة شيء على محبة لا عذبه الله به. فرعون قدم محبة السلطان على محبة الله، ماذا قال؟ قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقي. قارون قدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى، عذب بماله. وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن تقدم محبة الله على محبة كل شيء، وتقدم الخوف من الله على الخوف من كل شيء. وإذا قدمت الخوف من الله سبحانه وتعالى على الخوف من كل شيء، يخاف من كل شيء.